أهلا أصدقائي في برنامج المكتبة. اليوم سوف أقدم لكم قصة نسر فقد الذاكرة للكاتب شادلي قرواشي. تتحدث هذه القصة عن نسر تعلم الطيران. يوما جاءت عاصفة هوجاء حملته بعيدا وسقط على حجرة وكان قد فقد الذاكرة. وعندها مجموعة دجاج فذهب يلهو ويلعب معها. ويوما من الأيام نزل مجموعة من النسور القويون الكبيرون فاختبأت الدجاجة وفراخها ولم تترك النسر يدخل. عندئذ أتاه النسور يضحكون عليه ويقولون: أنت نسر أم دجاجة؟ فحر في أمره وقال: هل أنا نسر أم دجاجة؟ فصعد جبلا وقال: إن كنت نسرا فيمكنني الطيران، وإن كنت دجاجة فلا يمكنني الطيران. بدأ يحاول الكرة حتى نجح في الطيران وعاد إلى عائلته. الآن سوف أقرأ لكم مقطعا مما حدث. وبسرعة البرق صوب النسر جسده إلى الأرض ولاح منطلقا في اتجاه فريسته. قد كان الديك غير منتبه إلى الخطر الجسمي محدق به. بحركة رشيقة قام بها النسر وجد الديك نفسه يرتفع في الفضاء بسرعة عجيبة. وبعد لحظات تراءت له الأشجار الصغيرة والأودية تشبه خطوطا بيضاء، ما هي إلا دقائق حتى لامست رجليه جبلا شاهقا. وبدأ النسر منتصبا أمامه وهو يحدق فيه، والديك المسكين يرتعد من شدة الهلع وقد أيقن أن موته صار محتما. صفق النسر بجناحيه ولاح سطره العريض باردا. أرجو أن تكون هذه القصة قد أعجبتكم، وإن أردتم معرفة ماذا حدث للديك فاقرأوا هذه القصة. إلى اللقاء يا أصدقائي.